على بركة الله وحفظه مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، ينطلق صوت جديد من أشواطنا لهذا اليوم وهذا الشوط المخصص لانطلاقة ووجود الإبكار المهجنات الأصايل. الشوط العاشر في المجموع، هكذا نسير إلى المقدمة ونتابع المركز الأول على صدارة الشوط. شقرة جاسم بن سيف بن طوق العلي الذي يقدم شقرة على المركز الأول، بينما في المركز الثاني الضبي راشد بن هلال بن محمد بن سالمين الخيلي يتقدم على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات مع وجود روان سعيد بن منانة بن غدير الكتبي على المركز الثالث في هذه اللحظات. رابعا هذه مغامرة محمد بن معتوق بن شامس العامري مع شعار المغامر، بينما في المركز الخامس تصل في انطلاقة الفاتنة عبد الله بن محمد بن الصغير بن حمود آلي نيبي، وهناك الوصول من وجود قناعة عبد الله بن نهار بن ناصر النعيمي يقدم لنا قناعة. هنا كريهام سعيد بن منانه بن غدير الكتبي يقدم لنا هذا الشعار. هناك الاسماء الاخرى، شوف يا مصورنا بقيه الاسماء بقيه الشعارات حيث تحضر بهذا الاداء وانطلاقه هذا الشوط. عودتنا من جديد الى المركز الاول الى المقدمه والصداره. الله يا هذه الشعارات حيث تحضر بهذا المستوى، تحضر بهذا الانطلاق المثير على أرضية ميدان الجبيب. من غير إلى المركز الأول؟ حصل تغيير على مقدمة الشوط مع وجود الظبي، الظبي ظبي الفلا رمز العطاء معنى الوفاء. هنا مع المركز الأول راشد بن هلال بن محمد بن سالمين الخيلي يتقدم بهذا الشعار. أحد أبناء الفقع، أحد ممثلي الفقع يتواجد على مقدمة الشوط. ركز يا راشد، ركز يا راشد مع وجود الظبي، ما شاء الله أحد رعيات الفي آي بي. بينما في المركز الثاني التقدم في هذه اللحظات من وجود شقرة جاسم بن سيف بن طوق آل علي على المركز الثاني، المركز الثالث بن منانه بن منانه يصل مع ريهام سعيد بن منانه بن غدير الكتبي يقدم لنا ريهام في هذا الشوط. والمركز الثالث هناك الوصول من غيده، اوصلت غيده بشعار حمد بن سالم بن علي الزرعي يتقدم مع غيده على المركز الثالث. هنا سعيد بن حمد بن سالم الزرعي يقدم لنا غيدة. والمركز الرابع هناك الوصول في هذه اللحظات مع وجود جميلة محمد بن علي بن سرداح العامري غادما مع جميلة، غادما مع جميلة على المركز الرابع. المركز الخامس هناك تصل في هذه اللحظات بهذا الوصول وقاد حمد بن غانب بن سلطان الهديف الكواري، يصل الكواري مع هذا الاسم. وهناك الوصول من مزون عامر بن قانوش العامري الكيلو
الأخير الكيلو الخطير. الله يا سلام، انفردت بالمركز الأول الظبي 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 على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول في هذه اللحظات الجميلة بهذه اللحظات المثيرة مع الصدارة والمقدمة، انفردت عن بقية الأسماء لتعلن وجودها لتعلن حضورها مع المركز الأول. الله يا سلام يا راشد بن هلال بن محمد بن سالمين الخيلي الذي يتقدم بشعاره مع المركز الأول يعلن حضوره مع مقدمة الانطلاق، انفردت عن كل الأسماء لتعلن هذا الحضور الجميل. بينما في المركز الثاني بن منانة بن منونة بن منانة بن منانة يصل بقوة يصل بقوة، ولكن تحركت الظبي تحركت الظبي تحركت مع الصدارة تحركت مع المركز الأول. سلام يا الفقع، سلام يا ابناء الفقع، راشد بن هلال بن محمد بن سالمين الخيلي، سلام يا بن سالمين، سلام يا الفقع، سلام. تهانينا والناموس إلى راشد بن هلال بن محمد بن سالمين الخيلي على انتصار الظبي بالمركز الأول. ناموس يا بن سالمين ناموس. المركز الثاني يذهب إلى وجود ريهام سعيد بن منان وغدير الكتبي. المركز الثالث هناك تحضر وقادة حمد بن غانب السلطان الهديفي مع المركز الثالث. المركز الرابع يذهب إلى غيدة سعيد بن حمد بن سالم الزرعي. والمركز الخامس هناك بحضور الدخول السريع، التوقيت الزمني 6 دقائق 23 ثانية.